السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلابنا الأعزاء، اليوم ننتقل إلى درس جديد في دروسكم اللغة العربية في الصف الخامس أو في وحدة الخامسة. وصلنا إلى الموضوع الجديد تحت عنوان التوفير في استعمال المياه. أولا طلاب، افتحوا معي كتابكم الصفحة 144 و145. كتابي يعني خوشوي السلامي خوي قورتان لبي لم روك أدت سينا سربابة تشينوية لجرنا ونشاني التوفير في استعمال المياه. لا برا صدو فنزاو صدو تلو تشار وصدو تلو بينز بكنوا بعد أسبد رسك ممكن سرتا زرقتان لبود أخوين موا أغتان ليبي لغرمن باشان مانهاكتان بيدر لمولس مانهاكان يالله دوستي. التوفير في استعمال المياه، التوفير في استعمال المياه. لا أترك الحنفية مفتوحة في الصورة الأولى. لدينا عدد من الصور في الصورة الأولى، انظروا إلى هنا. لا أترك الحنفية مفتوحة. وفي الصورة الثانية أغلق الحنفية بأحكام، أغلق الحنفية بأحكام. جيد. وفي الصورة الثالثة لا أهدر المياه في أثناء الاستحمام، لا أهدر المياه في أثناء الاستحمام. ها هو صفحة 144. ننتقل إلى الصفحة 145. في الصورة الرابعة نصلح تسرب الماء في البيت، نصلح تسرب الماء في البيت، نصلح تسرب، نصلح نصلح تسرب الماء في البيت. وفي الصورة الخامسة أغسل الخضار والفاكهة في وعاء، أغسل الخضار، أغسل 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 الخضار والفاكهة في وعاء. وفي الصورة الأخيرة الصورة السادسة نجمع ماء المطر لري الحديقة، نجمع ماء المطر لري الحديقة. نعم أو زاني ما كتشون بيخون أستاذ زاني لدرس أمر ما دات فيري مختاب يعني خوشويست لقد من أغتان لا وأنا كبير. التوفير في استعمال المياه وتادس قرتن وأباراستن وزيد روي نكردن لبكارناني أودا دس قرتن لبكارناني أودا كاتي إما أو سرف دكين لجاني رجانا من دا أو يكي كلا بيداوي سيغاني رجانا من بيوستا تسون تعاملي لغبكي اختابي يعني خوشة بيست بيوستا أو سرف نكين زياد لبرو أو نعمتي شو خواهي قوريا دبي امش دست بيو بكري لسورة يكام او غنزت جوانا داني خوي دشوا بلان تي كرديا بلواكي زور كرتوا امش دارين تي. لا اترك الحنفية مفتوحة، اتو كاتك دان الدشوي كاتك ايش لو كاتي بقى او كي ندبي او كي بقري وتا او كاتي ايش بدبي او جا بكيوا ونابي او زور بكينا وكوابي. لا اترك الحنفية مفتوحا واتا احنا في حنفي ام لو خوش معنا بكل حنفي يعني شد لك نخوش ما بيدنا بلوعة حنفي او ايك اوي لدي نابي بزي بيلي بكراوي. لا اترك الحنفية مفتوحا. لرسمي دوام او قنزة جوانا تيكر يا دري اغلق الحنفية بي حكام دري حنفية كي بجواني دقرينوا اغلق قبادي دكين غلق اغلاق داخستن حنف بي حكام واتبطون دي.
بلى لرسمي دوام غوتمان أغلق عفوا أغلق الحنفية بحكم دبي بين حنفية كيبت زواني بقلين وكلا باش وخمان هيد زاوش لنرواتن ساميان لقاد السر شورين داد بي عقاما ليبي لا أهدر رمياها في أثناء استحمامي نابي أزول بهادر بدين لكاتي السر شوردن دا دستب الرشاشي بساعات نهات دري أو نابي ترمني وقتابي أنا خوش ويست بيوست درستر من آي وكو بيوز بكار بينين زيادة رويلة أوسر فكرين لكين لا محرطة كان دا لرسمي توارم دبين الزور زار لما المان شتاك تيدتي مخصرة كمان بوركي درشي و بلو حكي بلو حكي تبي دارين أو حنفي كي تيغتي بيوست الزور زار اگر زانی من سعی چی بکنی و اگر نکات اگر ما علی باق مانیم برایشی گور مانیانش هرکس اگر هاوکاری بکن تا هاوکی مش فر بین نصلح و تتساعد کن تصرف الماء فی البيت تصرف الزراب او بوری ک آی پی دی او تساعد کن لکای تیکشون چون اگر تان نکری او مال من لپیز دکات بله آواکا به مال ورده بی لباس می پیان زم دافی صورت الخامیسه او دا او تدكا ميوي دا شواتوا سوزو ميوي دا شواتوا بلا منو چي دا شواتوا اغسل الخضار خضار ما بيشتر خين بو قتاب يعني خضار واتاتي ديف زام چي زايتن واتا سوزوات والفواكه واتا ميوزات دبي خضار كان سوزوات وميوزات ميوكان بشو نو في وعاء لا دفرك ده دفرش ده أنا راس تخوله بمقصدي نكد لبتي لبدو هو كاري كميان لبروي آي كم ترسرف ده كيني جو ماكر وتر دفرك بول آي ده كينو ميو كانتي ده كين ده شو نوع أو أو ما لو دجارتوا دميشيان لبستن درستي وخاونيش سلامة ترى أجل دفر ده بيتين رسمي كتاي ده في الصورة السادسة نجمع ماء المطر لري الحديقة زودار طيب يعني خوش هيك باران دبارة بتوعين دفرك دابنين استفادة لأي باران بكين أي باران إيش صار تساوي هم أو كانون يا هم ما كذا زانين بيشتري خنديت من ككات باران دبارة بيرة كام وباركان دجينوا أي باران كرحمة خوي جد توانين لما لك خمان دفرك دابنين أو كي كوب كينوا باشان لبو زورشتان بكاري بينين يجلوان لبو أو داني حديقي هرتز لزستانان دا پیوستمان با اودان حدیقه نابی اگه بارانی پیوب کوی بله حتی استا وزعه استا بسید ست تمرین اکان خطابیانی خوش شوید ننتقی الى حل التمارین نعم في صفحة 154 افتحوا معي وانتبهوا الى هنا طلاب الاعزاء خطابیانی خوش شوید لگل من بالله برصد بنزاو سار بکنوا دین ست تمرین التمرين العاشر ونفس التمرين الديم مزاين داوة اسمان لذلك ضع إشارة صح إشارة الصح دابنية لتشيندر أمام الجملة التي تشير إلى التوفير في استعمال المياه كمان لو أنا باسي دزب أو قرتنيو أو أنا دقاتن باسي بفرداني أو يعني بفرداني أو دكا ختيتي ليدداين بلي باوي بينين باب خينوا سرتا نجمع المياه المطري لري الحديقة تعزخ فيرمان نجمع مياه المطري لري الحديقة آية أويان في عندي بقاو دس باو قرتني وأنا هي بلي بيجومان دلية آوي باران كودا كينو لبو أو داني حديقة ودار درخت كارمان كابي أويان الشرط اللي دين كوا بيوست بموضوع كيما سايق اللي بدان دس خوش ونسر دوميان ثانيا اغسل الخضار والفاكهة في وعاء اغسل من دي شوين تدا شوم الخضار سوزوات والفواكه ميوزات لدفر دا بيقمان قلت من اقر واش بكين او من لو دا قريتوا بلي ساعج ليش بدان ساميان اغسل يدي وأنسى الحنفية مفتوحا دردس دشومو وحنفية كي بكراوي بزيد يلم بيقمان أويان غلطة أويان غلطة بلي أو دويان أو بفيرودانا
او يعني او بفرندان او شان هل بيوست بقى او بفرندان وبفرندان سعي سعي شي ليه دين بل سوارم يعني نصلح تسرب تسرب الماء في البيت او يعني بيوندي بموضوع كي ونيا ليه دقارين نتركه بل استعانه تمرين ليش ترمان يا اختي بيان بابيكو حليب كين وتمرين 11 في صفحة 5 او 155 نعم او فراغ انا برضك ينوى اكمل الجمل الاتية بالعبارة المناسبة دين او فراغ انا او جملة انا تعودك بعبارة ايش مناسب طيب انا خوش اي تازخ بما او يا بلام دوباري دخينو استلیرا او کرا جوان تستگه دانی خوی دشوه و آیو زر کرتوه اما پی درین چی پی بلین باشا چی پی بلین باشا درین لا اترکو لا اترکو الحنفية درین حنفية کی بزی نایلین بکراوی او کرا جوان بزی هشتیا استاما پی درین نابی حنفية کی بکراوی بزی بلین بلین لبنوسین لا اترك وجه قطعا لقلم من لا فراغ كبير نسي داس خوش دين السر دوميان رسمي دوميان وتستكا او زلامة او بياوة او تتصادكاتوا تصربك ما اتصادكاتوا او اكا اوي اللي دي تخواري او مزرع اوي اتصادكاتوا تري دكا تصلحوا يعني نصلحوا بجمع بازاك اندري تايدك اينوا اقراتوا او كمان تيكتشو بل دينا سر ساميان بل ساميان او قنزة جوانا خريشي خوشوتنها بس ما تسيبه درين درين آيوزور سر بمكا نبي ايزر سيرف بكين كاب درينسي لا اهدرو لا ايزر سيرف ناكين لا اهدرو لا اهدرو بل ادي لي ريان تذكين نجمعو كودا كينوا نجمعو 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 ماء المطر لري حديقه مان اي باران كودا كينوا لبو او داني حديقه كي بل است آنمان زانی آنمان زانی بالایم بین آنمان هم زانی است دینا اوی پیشتر لانه کبتیا با لو رسمه اقتاب یعنی خوشویست اوات ستاکین اواد بی حنفية كيبة توندي بقرين ودنيتي أغلقوا أغلقوا واتا قفاتي دكين الحنفية بيحكام تاوكو أو كما بفرنات ابن نوسى أغلقوا كتابي خوش ويست لس خوش استام يك أو مايا أيش بربكينو كتابي بيدي علي رشيان دايت سبكين نجمع الخضار والفواكه في وعاء نجمع يعني اغسل دشوينا وقتمان اغسل او اجدر بنس اغسل واتا فاكهة كان واتا السوزوات الخضار السوزوات والفاكهة ميوزات دشوينا اغسل دشوينا چلا وعاء دا لدفر دا طيب يعني خوشويست بمشي ويا دينا كوتاي واني امرو من بهواي سود تاواني اشي تر بخواي قررت عند سبيرم خواتان لقا